السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة، ويلقاكم هذا لا فيديو في احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد، ونتمنىكم تعاونوني باللايك والاشتراك والبارطاج فضلا وليس امرا، وتفرجوا لي في الفيديو من الاول حتى التالي ولا لا يخطيكم، والله يسهل على الجميع. هذا النهار غنشارك معكم شويه دمعقوده، بقاو معايا تشوفوا الطريقه و تبعوا لي الفيديو من الاول حتى التالي. دابا نبدا، بسم الله توكلت على الله. غنبدا من العجينه هي الاولى، كندير كاس د الماء دافي لان دابا الحل بارد. كندير معلقه الخميره، باش طايا تخمر لي العجينه. نخلطها مزيان، كندير في العجينة شوية د الخرقوم، فلفلة حمراء، والملحة حسب الذوق. كنخلطها مزيان، دابا نزيد الطحين. انا كنخلط حتى يتطلق مزيان، والسر باش معقوده تجيكم زوينه العجينه خاصها تكون ثقيله، ما تكونش خفيفه. الا كانت العجينه خفيفه راه عاد تحلكم معقوده ملي تجيو تقليوها. نخلطها مزيان، ما يبقاش فيها هذيك الحبيبات. نزيد نص كاس د الماء، نزيد نص كاس الطحين، صافي. كنستمر هكا كنخلط مزيان، نخلط مزيان حتى ما يبقاش فيها هاد الحبيبات في العجينه، ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال العجينه. دابا العجينه من بعد ما خلطتها مزيان خاصها تجي على هاد الشكل هذا، لان مازال ملي عاد تخمر عاد تزيد تقل. ضروري العجينه خاصها تكون ثقيله، هذا هو السر المعقودة باش تنجح معاكم. الا كانت العجينه خفيفه راه ما عاد تنجحش. دابا نخليها على جنب حتى تخمر، وعندوز البطاطا. دابا عندوز نوجد البطاطا. البطاطا سلقوها بالقشره ديالها باش ما كتشربش الماء بزاف، اما الا سلقتوها منقيه كتشرب الماء ما كتجيش زوينه. نستمر هكا تنقي البطاطا ونرجع معاكم. دابا من بعد ما نقيت البطاطا، البطاطا ضروري خصها تكون بارده، ما ديروش البطاطا سخونه، تكون بارده مزيان. قطعها بعد ما قطعت البطاطا، غنمعك هكا مزيان،
نزيد عليها المعدنوس، ثلاثه ضريسات الثومه، الثومه كتجيبها بنينه بزاف، كتجي معقوده غزاله الثومه. كندير شويه د البزار، شويه د الحار، الحار اختياري، انا كتعجبني معقوده تكون حاره، شويه د الخرقوم، شويه د الفلفل الاحمر، الملحه حسب الذوق. طبعا نخلطها مزيان بيدي، انا كيعجبني نخلط بيدي. بسم الله توكلت على الله، ضروري تخلطوها باليد باش كتخدم مزيان البطاطا، باش ما كيبقاش خاصها تكون رجع عجينة، البطاطا تكون بحال عجينة. بقاو معايا حتى نخلطها ونرجع معاكم. دابا من بعد ما خلطت البطاطا مزيان غنخليها حتى تخمر لي العجينة ونرجع معاكم. دابا من بعد ما خمرت لي العجينة، دابا ندوز رديت الزيت يسخن حتى يغلي مزيان، دابا ندوز نكور البطاطا، كل واحد يدير الكرات على الحجم اللي بغى. انا درت الحجم قد هكا، وكل واحد يدير الحجم اللي بغى، اللي بغى يديرهم صغار اللي بغى يديرهم كبار. دابا انا ساليت الكويرات، خلي الزيت حتى يغلي لي مزيان، هي كطيب ما كتحل ما والو. طبعا نستمر هكا حتى نسالي المعقوده كامله وتشوفوا الشكل النهائي. دائما العجينه خاصها تكون ثقيله باش ما كتحلش في القلي. وهذه هي المعقوده، من بعد ما طابت كتجي غزاله وبنينه بزاف بزاف وما كتحل ما والو، ملي كتكون كتقلى وكتجي مقرمشه ودغيا كتوجد حتى لاخر لحظه عاد وجدوها. والسر ديالها دائما في العجينه، هي السر الوحيد معقوده باش تجيك تطلع ناجحه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك والاشتراك والبارطاج فضلا وليس امرا، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.